دفعني الداعش كسر اسناني. وانا ما اشوف طلعنا بالمأساة والله. حتى كان عندي قالب اسنان شكبو. هاي عيشتنا، هاي ظليمتنا. لنا الله ما ينسانا، لا عيشي لا فلوس لا شيء. وهو ما عنده قرحة زوى دم، صار عنده حالة نفسية. على مود يقول اخرجي من المنزل، اطلعي من المنزل نريد القناص يطلع فوق. على السطح لين بيتنا كان عالي. ودفعني بالرشاش على اسناني. كان عندي قالب كسر.